أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج كل الحكاية نقدمها لكم من قناة الأيام. موضوع حلقتنا في هذا الأسبوع الحرب السيبرانية، سوف نتناول هذا الموضوع في نقاشنا مع ضيوفنا في هذه الحلقة، وندعوكم للبقاء معنا. أهلا بكم. على العراق أن يدفع ثمن القواعد العسكرية الضخمة التي بنتها الولايات المتحدة على مدى سنوات في العراق إذا أراد انتزاعها، تهديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياق التوتر مع إيران التي تلوح باستهداف القواعد الأمريكية في العراق ردا على اغتيال قاسم سليماني. تتوزع القواعد العسكرية الأمريكية في العراق على امتداد مساحة العراق في كبرى المحافظات، ففي قلب العاصمة أقامت القوات قاعدة فيكتوري الأمريكية داخل حدود مطار بغداد، وشمال العاصمة بنحو 30 كيلومترا عن بغداد أقامت القوات الأمريكية قاعدة التهجير تتمركز فيها قوات لأغراض التدريب، وبالقرب من كركوك تتمركز قوات أمريكية في قاعدة ألتون كوبري، وفي المحافظة نفسها شيدت قاعدة الرينج لأغراض التدريب. أما في محافظة كردستان فتنتشر القوات الأمريكية في 5 قواعد عسكرية قرب سنجار ومنطقتي أتروش والحرير، وكذلك قاعدتين في حلبجة بمحافظة سليمانية قرب الحدود الإيرانية، وفي أربيل تتمركز قاعدة جوية. أما في الموصل فقاعدة القيارة تمتاز بكبر حجمها وتطور أسلحتها، أما في الأنبار فبسطت القوات الأمريكية قواتها في قاعدتين في الحبانية وعين الأسد، كذلك في محافظة صلاح الدين هناك قاعدة سبايكر وقاعدة بلد. هذا فيما تم الكشف عن بناء قاعدتين جدد قرب القائم والرضبة المحاذيتين لسوريا. يقاتلون من خلف الشاشات ويؤججون صراعات وحروب، جيوش تتحرك في الخفاء، وميزانيات ضخمة تدفع سنويا، معارك افتراضية طاحنة دون خسائر بشرية تذكر، اختراق للبنية التحتية ومعلومات مضللة تجتاح الشبكة العنكبوتية، مع دعاية مضادة قوية بشكل منظم وعلى يد خبراء ومختصين. حرب الجيل الجديد والأسلحة الفتاكة للكوكب، الجيوش الإلكترونية، الجنود المجهولون. في 23 من نيسان عام 2013 نشرت وكالة أسوشيتد بريس العالمية خبرا عبر حسابها على تويتر، قالت فيه إن انفجارة استهدفت البيت الأبيض ونتج عنها إصابة الرئيس باراك أوباما، وما هي إلا دقائق حتى حذفت الخبر من حسابها، وقالت إن الحساب تعرض للاختراق، لكن ذلك الخبر الذي انتشر لدقائق قليلة ترك آثارا كبيرة من القلق الكبير، حتى تدخل البيت الأبيض لينفيه بالكامل بعدما تأثرت أسهم البورصة وتناقلت وسائل الإعلام الخبر بسرعة كبيرة. عملية القرصنة السريعة تلك كان وراءها قراصنة يطلقون على أنفسهم الجيش السوري الإلكتروني، وهم جماعة يعملون لصالح النظام السوري ويدينون بالولاء له، ومنذ ذلك الحين انتشر مصطلح الجيش الإلكتروني. فما قصة تلك الجيوش ومن أين ظهرت؟ من وحي الخيال. بالحديث عن الجيوش الإلكترونية، قد يعتقد البعض أنهم مجموعة من الهواة أو الهاكرز المنسقين بمجموعات مختلفة ويعملون لاستهداف مواقع محددة أو شبكات بعينها، لكن الواقع يقول عكس ذلك. ظهرت الجيوش الإلكترونية سريعا بعد مواقع التواصل الاجتماعي، فعقب الانتشار الواسع لتلك المواقع وجذبها لملايين الأشخاص إليها وتحولها من مجرد مواقع للتصفح إلى مواقع لتغيير الرأي العام وتجيش الشارع، كان لابد للجيوش أن تتدخل. ورغم المعلومات الكثيرة، لكن لا يوجد أي معلومة عن أول من أنشأ تلك الجيوش، حيث يقول البعض إن الولايات المتحدة كانت السباقة في تلك القصة وسارعت لإنشاء جيشها بهدف إحداث التغيير. أما على مستوى الشرق الأوسط فكانت إيران أول دولة تنشئ جيشاً إلكترونياً يدار من داخل إيران، وهدفه نشر دعايتها عبر الإنترنت.
ومن ثم بدأت مختلف الدول بإنشاء جيوشها الخاصة، ومثلها مثل الجيوش العسكرية، لديها مهمتين دفاعية وهجومية. دفاعية لحماية أمن ومعلومات المقرة العسكرية للجيش، وهجومية لإحباط عمليات بعينها أو تدمير قواعد بيانات لدول أخرى وغيرها الكثير. في حين يتركز نشاطها الرئيسي بثلاثة اتجاهات: الأول في الدعاية والدعاية المضادة، والثاني نشاط ميداني هدفه تزويد العدو بمعلومات مضللة، والثالث محاولة اختراق البنية التحتية للعدو بهدف الحصول على معلومات أكثر منه. مع مرور السنوات تحولت الجيوش الإلكترونية إلى أداء للتصعيد المتبادل بين الدول، وباتت الحرب الإلكترونية واقعاً حقيقياً يحدث دائماً، وفي بعض الأوقات تتكدم الدول عنه خوفاً من الهزيمة، فيما تتفاخر دول أخرى بجيوشها الذكية. ولكن ما هي أقوى الجيوش الإلكترونية في العالم؟ الجيش الأمريكي. عام 2009 أعلن بشكل رسمي عن تأسيس قيادة عسكرية جديدة في الجيش الأمريكي حملت اسم قيادة حرب الفضاء الإلكتروني، والتي تشمل عدة أفرع رئيسية في الجيش تتركز مهمتها في استخدام تكنولوجيا المعلومات والإنترنت كسلاح للحرب. تقسمت تلك القوات إلى ستة عناصر، أولها الوحدة الأمريكية لقيادة الفضاء الإلكتروني، وتشرف على تخطيط العمليات الإلكترونية والتنسيق بين الفروع المختلفة لها ضمن قوات الجيش الأمريكي، بالإضافة لوحدة تابعة لجيش المارينز، ووحدة تابعة للقوات البحرية، ووحدة أخيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية. الجيش الصيني. في مايو من عام 2015 أعلنت وزارة الدفاع الصينية عن تأسيس الجيش الأزرق الإلكتروني بشكل رسمي، المختص بمهمة حماية الفضاء الإلكتروني الخاصة بالجيوش الصينية على الأرض، بالإضافة لزيادة مستوى أمن شبكة القوات المسلحة. جاء ذلك الإعلان بعد سنوات من التطوير، حيث اشتهرت الصين قبل ذلك بمجال الحروب الإلكترونية والاختراق، واتهمتها وزارة العدل الأمريكية عدة مرات بتنفيذ عمليات هجوم ضد قواعدها، كما أثبت اختراقها شركات الطاقة النووية الأمريكية وكشف بعض أسرار البنتاغون. إضافة لذلك تعتبر الصين من أقوى الدول من حيث شبكات الدفاع الإلكترونية في العالم، ومركزاً مهماً لأبرز فرق الهاكرز والقرصنة. الجيش الروسي. أعلن عن تأسيسه بشكل رسمي في يوليو من عام 2017، ويتبع بشكل مباشر لقيادة الجيش الروسي، وأعلن أن مهمة تلك القوات الجديدة هي إجراء التحليلات الجيوسياسية وتحديد الضربات الإعلامية، بالإضافة لتحسين البيئة الإلكترونية في روسيا. جاء ذلك الإعلان بعد فضائح لاحقت روسيا حول تدخلها في الانتخابات الأمريكية عام 2016، وقد اتهم الجيش الروسي الإلكتروني بتنفيذ عدد من الهجمات، منها الحرب الإلكترونية على أوكرانيا خلال أزمة انفصال شبه جزيرة القرم، واختراق أنظمة البيت الأبيض، بالإضافة لإيميل المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون. الجيش البريطاني. كانت بريطانيا من أوائل المنضمين لمجال الجيوش الإلكترونية، وصرحت عن نفسها بشكل رسمي في أوائل عام 2015 بإعلانها تأسيس اللواء 77 المختص في مجال الحرب الإلكترونية، والذي ركز منذ تأسيسه على التصدي للحسابات المؤيدة للمتطرفين وشن الحروب النفسية عبر الإنترنت. وذكرت مواقع مختصة أن ذلك اللواء يتكون من 2000 جندي قامت بريطانيا بتجنيدهم بعد تعرضها لهجمات إلكترونية كبيرة دفعت على إثرها تكاليف باهظة للتصدي لها فاقت الملياري دولار. وتعمل بريطانيا منذ 5 سنوات على تطوير عمليات الدفاع والهجوم الإلكترونية بالتعاون مع شركات مختصة وقعت معها عقودا طويلة الأمد. الجيش الإسرائيلي. تتصدر إسرائيل الدول المتطورة في العالم الافتراضي، حيث تعمل منذ سنوات طويلة على تطوير تقنياتها في مجال الحروب الإلكترونية، وتعمل في ذات الوقت على تأسيس أذرع اقتصادية في ذات المجال، ومنها شركة
سيليبرايت التي أسست على يد عدد من الضباط الإسرائيليين، وكانت أول من عمل على التجسس على الهواتف النقالة، ونفذت تلك العملية عام 1999. ومن ثم أضافت إسرائيل عدداً من الوحدات لجيشها المختصة في مجال الحرب الإلكترونية، وخصصت لها ميزانيات ضخمة، وكان من أبرزها وحدة الإشارة 8200، والتي تتخذ من صحراء النقب مقراً لها، وينسب إليها أبرز عمليات الهجوم الإلكترونية، ومنها الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية وغيرها الكثير من العمليات. ويعتبر الكثير أن إسرائيل تملك أقوى جيش إلكتروني في العالم. اليوم يتحدث العالم عن حرب تدار من خلف الشاشات، وقادرة على تعطيل دول ومؤسسات وخلق صراعات وحروب عبر الدعاية المضللة وتوجيه الرأي العام. وبينما يتقاتل الكثير من الأطراف على أرض الواقع، تعد دول كبرى جيوشها الافتراضية بانتظار الحرب الجديدة القادمة للجيل الجديد. وقد نشاهد يوما ما حربا عالمية ثالثة من خلف الشاشات فقط. نشرت وزارة الدفاع الأمريكية في العام 2018 نص استراتيجية الفضاء الإلكتروني الأمريكية، والتي كانت تروج لمفهوم الدفاع المتقدم. فسر مراقبون للشأن الأمريكي أن هذه الاستراتيجية تعني أن الجيش الأمريكي يستعد لهجمات إلكترونية ضد أهداف في الولايات المتحدة وخارجها. وبالرغم من أن المسؤولين في أمريكا يحذرون بشكل مستمر من الهجمات السيبرانية، تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أول بلد يستخدم هذا النوع من الهجمات، ولا تزال أكثر دولة في العالم تدعم هذا النوع من الحروب وتقوم بتنفيذها. ومع بدء الحرب في أوكرانيا، بدأ الحديث يتجدد عن مدى خطورة الحروب السيبرانية وكيف تؤثر على العلاقات الدولية والأهداف منها. هذا ما سوف نتابعه في حلقة اليوم في برنامج كل الحكاية مع ضيفينا من ولاية فلوريدا الأمريكية المحلل السياسي جيرمي كازامارو، وكذلك من باريس المحلل السياسي كارل ريكن. نبدأ معكم سيد جيرمي كازامارو، وأنا سؤالنا لكم يعني في هذه الحلقة من كل الحكاية، ما هي الخطوات التي قامت باتخاذها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعم حضورها أو دعم خططها واستراتيجيتها بالاعتماد على الحروب السيبرانية والحروب الإلكترونية؟ في بداية هذه الحلقة، كيف تطلعنا على مراقبتك لهذا الموضوع؟ حسناً، أعتقد أن الولايات المتحدة قد استثمرت الكثير من الموارد في مكافحة الحرب السيبرانية. تم اتهام روسيا وخصوم آخرين مثل الصين بشن هجمات إلكترونية ومداها غير واضح، لكنني أعتقد أن البنتاغون ملتزم جدا بهذا الأمر، وترى ذلك في الحرم الجامعي، حتى هنا في جامعة تولسا، حيث اعتدت أن كنت أقوم بالتدريس. لقد طوروا برنامجا ضخما للحرب الإلكترونية، وكان مدير وكالة المخابرات الأمريكية السابق جون برينان يروج لهذا البرنامج كمتحدث ضيف مدعو. لذلك نشهد استثمارات ضخمة في هذا المجال، ويبدو أنه نمط جديد من الحرب. أنت تعرف الحرب التقنية والهجمات الإلكترونية، لذا فإن الولايات المتحدة لديها كل شيء آخر، تريد أن تكون في طليعة القتال. لكن الولايات المتحدة نفسها قد تكون متورطة في هجمات إلكترونية على دول أخرى تدعي أنها تدخلها. كن ضحية، ولكن كما نعلم فإن الولايات المتحدة هي قوة عدوانية للغاية في جميع أنحاء العالم، وتشارك دائما في الهجمات الإلكترونية. نعم، سنعود للمتابعة معكم سيد جيرمي، وننتقل لكم سيد كارل ريكن معنا من باريس. سؤالنا لكم أيضا عن نفس الموضوع، الاستثمار الأمريكي في مجال الحرب السيبرانية والأمريكية
لماذا وما هي الدلالات على هذا الأمر؟ Well, today we are assisting at the militarization of the cyber technology. حسناً، نحن اليوم نساعد في عسكرة التكنولوجيا الإلكترونية التي يتم إنشاؤها عادة لأغراض سلمية للتعاون المتبادل لربط البلدان بالمعاملات المالية للحفاظ على نظام الطاقة لدينا آمناً. اليوم أصبح كل هذا أكثر فعالية بفضل الإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات. الكثير من الأموال المزيفة على مدار 40 عام الماضية والتي تأتي الآن تسببت في الانهيار المالي الأول في عام 2008 ورفضت التخلص من الإفلاس، وهي الآن تقلل وتدمر نفسها بشكل متزايد، وفي هذه العملية أكثر وتزداد على استعداد لمواجهة القوى الناشئة الجديدة، ما يسمى الآن بشكل عام الجنوب العالمي. ولكن هذا يعني الصين، أي الهند، أي روسيا وتركيا وإيران، وهذا يعني العديد من البلدان التي تتغلب على الفقر وغيرها من التطورات التي تظهر والتي يلعبون دورا كشركاء عاديين متساوين في عالم القطب العسكري. لذا فإن الحرب بأكملها في أوكرانيا اليوم لا تدور حول روسيا. أوكرانيا هي حرب بين الناتو والقوات الأنجلو أمريكية من جهة، ومن جهة أخرى دول مثل روسيا تحظى بدعم العديد من دول العالم لأنها تدافع عن تعدد الأقطاب. لذا فإن الحظر قائم حاليا. القرصنة والمضايقات الإلكترونية، كانت هناك بعض الحوادث التي يصعب تتبعها لأنه من الصعب جدا معرفة من الذي يعمل بالفعل من أي بلد ومن أين. ولكن هناك نوع من الاتفاق. دعونا لا نستخدم جميع التقنيات السايبرانية بشكل كامل حتى الآن، لأنها نوع من التهديد بالانتقام المتبادل. لكنني أعتقد أنه في اللحظة التي يتم فيها الضغط على الناتو وأوكرانيا لمهاجمة الأراضي الروسية، فإن ذلك يعد تلميحا لقدرات روسيا الإلكترونية لتحييدها. تدمير الأقمار الصناعية وتعطيل أنظمة الاتصالات والمعلومات التي يستخدمها الغرب حاليا لدفع أوكرانيا إلى حافة الهاوية. لذلك أعتقد أن الجزء الأسوأ لم يأتي بعد، وهو خطير ومحفوف بالمخاطر، لأننا شهدنا الأسبوع الماضي تدريبات لحلف شمال الأطلسي في تدريبات على القنبلة النووية. هناك كانت أيضا تدريبات على الطبلة في روسيا، حيث يتدرب الجانبان على الأسلحة النووية. لذلك أعتقد أن الوقت قد حان لإيقاف ذلك، للجلوس لاستعادة الدبلوماسية، للتوصل إلى نظام جديد للأمن المتبادل والتنمية المتبادلة، ووضع حد فوري لهذه المواجهة. نعم، بطبيعة الحال الأوضاع تتجه نحو التصعيد والمزيد من التصعيد في الحرب في أوكرانيا، وهناك مواقف متعددة من كافة الأطراف جميعها تؤدي إلى هذا التصعيد. سيد ريكن، ننتقل لكم مرة أخرى. سيد جيرمي كازامارو، وهناك فكرة تتحدث عن أن في الوقت الراهن تميل واشنطن إلى اتباع أو اتخاذ خطوات ضمن الحرب السيبرانية، ترجحها على موضوع اتخاذ خطوات في الحرب الميدانية أو اتخاذ خطوات في تنفيذ عمليات عسكرية محددة. هل تتفق مع هذه الفكرة وأن الحرب السيبرانية تعتبر أولوية أو الخيار الأفضل لواشنطن في هذه الفترة؟ حسنا، أعتقد أن ما رأيته في الولايات المتحدة
هو ما أسميه عجز الديمقراطية الذي لا يريد غالبية الشعب الأمريكي محاربته. لقد فقدت هذه الحروب شرعيتها في أعين الناس، وليس هناك حقا أي هدف مثل الحرب في العراق. عندما ندمر عوالم أخرى مثل أفغانستان، ليس لليبيا أي فائدة لأي شخص باستثناء عدد قليل من المستغلين في الحرب. وبالتالي تم ربط النخب السياسية، يحافظون على الشركات الكبرى والمجمع الصناعي العسكري بالحروب والصراعات، والقوى العظمى ذات الدم البارد مثل روسيا والصين حتى لا يتمكنوا من إعادة التجنيد، لأنه قد يكون هناك تمرد خاصة بين الأمريكيين من الطبقة الوسطى الذين يرغبون في مواصلة حياتهم. وأنت تعلم كسب حياة جديدة وحياة مهنية جيدة، فهم لا يريدون خوض هذه الحروب. قد تكون هناك احتجاجات مثل حرب فيتنام، لذلك يجب عليهم محاولة إنهاء الحرب بالوكالة من خلال استخدام التكنولوجيا مثل الطائرات بدون طيار أو الهجمات الإلكترونية والسيبرانية. ومعظم الأمريكيين بطريقة ما ضد الإمبراطورية العسكرية الأمريكية في الخارج بوصفهم جمهورية وليس إمبراطورية، فهم لا يريدون تخيل أنفسهم في إمبراطورية. لذلك يتعين على الولايات المتحدة أن تخدع الناس بقدر ما تخدعهم. ومرة أخرى يعارض الناس سياسات كثيرة حقا، لا يدعم الأجانب. إذا كانت الولايات المتحدة تدرك تماما، فيجب أن يتم ذلك في الخفاء وباستخدام التكنولوجيا المتقدمة حتى لا تشارك أعداد كبيرة من الأفراد العسكريين في الحروب. نعم سيد ريكن، برأيك ما هي الأهداف التي تتابعها أو تسعى إليها واشنطن من خلاله استراتيجية الحرب السيبرانية؟ ما هي يعني ما هي الأهداف النهائية لاتباع مثل هذه الاستراتيجية من وجهة النظر الأمريكية؟ Well, the goal is always the same. The goal is حسنا، الهدف دائما واحد، والهدف هو أنه إذا كان هناك سلاح عسكري في الفضاء السيبراني فهو الهيمنة عليه، ولا يستخدم كأداة للتعاون أو التفاهم المتبادل. التكنولوجيا المستخدمة للسيطرة على البلدان الأخرى ولها ثلاثة أجزاء، لها حرب المعلومات من خلال نشر أخبار وروايات مزيفة لإحباط معنويات العدو الذي يمكنه القيام بالابتزاز. كما يمكنك حظر خادم الكمبيوتر أن يصل الأمر إلى الاستنتاج من حيث المصطلحات للحرب، أنه يمكن تشويش قمر صناعي للاتصالات رانسوم أسك، ثم من الحيوية في لحظة معينة قبل الهجوم، أو كما حدث مع خطوط الأنابيب الاستعمارية في الولايات المتحدة. المتسللين الذين قاموا بتشويش خدمة فواتير الشركة، هذا يعني أن خطوط الإمداد قد توقفت. ولكن ماذا نشهد في الأسابيع الأخيرة في أوروبا؟ المزيد والمزيد من التخريب المادي، كما حدث مع خط أنابيب الغاز الأول والثاني من نورد ستريم. ولكن كانت هناك أيضا كابلات الياف. يشير الانفصال المادي في كل من فرنسا وشمال ألمانيا إلى أن جميع أنواع الرسائل يتم إرسالها من قبل القوى المختلفة التي تعرف نقاط ضعف بعضها البعض، ويمكن أن تسبب الكثير من الأذى لبعضها البعض. نعم سيد جيرمي، تحدثت في جوابك السابق يعني على سؤالنا عن موضوع أن الرأي العام الأمريكي والأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية هي التي قد تدفع واشنطن إلى ترجيح عمليات سيبرانية على عمليات عسكرية ميدانية. هل يمكن القول أيضا أن التطورات التي يشهدها الوضع الاقتصادي على الساحة الدولية أيضا تأثير على
موقف واشنطن وبالتحديد في موضوع اتخاذها القرار باتباع سياسة الحروب السيبرانية على حساب الحروب العسكرية والعملية العسكرية إن صح التعبير؟ إننا نشهد إحباطا متزايدا للولايات المتحدة لأنها فقدت الكثير من شرعيتها في الخارج، ونحن نشهد تطورا لنظام عالمي متعدد الأقطاب مع روسيا والصين. كما تعلمون متحالفين، العديد من حلفاء الصين الجدد، خاصة أعتقد أنه مع مبادرة الحزام والطريق ترى العديد من الدول فرصا اقتصادية أكثر من التحالف مع الصين. تستمر الصين أكثر في تنميتنا الاقتصادية، مرتبطون بخزانة الولايات المتحدة، لذا فإن الإمبراطورية الأمريكية في حالة تدهور، وهم مضطرون إلى اللجوء إلى إجراءات خفية ويائسة للحفاظ على وهم الاستقامة أو النظام العالمي المنهار. أعتقد أن الحرب في أوكرانيا هي حرب الوكالة، فالولايات المتحدة استثمرت الكثير في الحكومة الأوكرانية. لقد قدموا ما لا يقل عن 20 مليار دولار من الأسلحة إلى أوكرانيا، تبادل معلومات الأقمار الصناعية للطائرات بدون طيار، وأيضا نعم أعني أنني لست خبيرا في هذا الأمر، لكنني لن أتفاجأ إذا كانوا متورطين. فأنت تعرف الكثير من عناصر الكمبيوتر والحرب الإلكترونية، ما يحدث في الخريف كما تعلمون إنها حرب تقليدية بين الولايات المتحدة وروسيا، لكنها حرب سرية يتم شنها من خلال التكنولوجيا المتقدمة، وهي في الحقيقة حرب بين الولايات المتحدة وروسيا تجري في أوكرانيا، وهي حرب خطيرة للغاية، الحرب التي يمكن أن تتحول إلى صراع نووي. يعني أن هناك تهديدات بحرب نووية اتهمتها روسيا بإلقاء قنبلة قاذرة أو تفجير قنبلة نووية عليها، وأنت تعلم أن لديك مخططين أمريكيين يتحدثون عنهم، يتحدثون عن أول نووي الهجوم على روسيا، لذلك فهو وضع خطير للغاية هناك، وهذا يدل على أن الغزو الأمريكي في هذا الصراع يظهر مرة أخرى يأسه من أنهم لا يستطيعون قبول ظهور روسيا كلاعب في الصراع الجديد. تتعاون القوى العالمية مع الصين لتحدي العالم الأمريكي، لذا فهم يحاولون إضعاف روسيا من خلال حرب الوكالة مع أوكرانيا. نعم سيد ريكن، في هذه الفترة الزمانية في الحالة الراهنة والوقت الراهن، هل يمكن القول يعني أن الحروب السيبرانية باتت هي المؤثرة، وأنه سوف يتم الاستعاضة عن الحروب الميدانية بهذه الحروب برأيك؟ Well, for example, the thing is that modern warfare تعتمد أكثر فأكثر على الروبوتات مثل الطائرات بدون طيار. Modern warfare، حسنا، على سبيل المثال الشيء هو أن يمكن أن تكون الروبوتات وإرسالها كقنابل طائرة أكثر فاعلية من حيث تدمير قدرات أعدائك. فإذا كنت ترغب في استخدام التكنولوجيا الإلكترونية فقد ينتهي بك الأمر إلى تعطيل أنظمة الاتصالات لأنظمة الأسلحة الهجومية. هذا أداة حاسمة للغاية للحصول على أحدث التقنيات والمعلومات السيبرانية من أجل أن تكون دائما في طليعة التهديدات المحتملة للحرب في أوكرانيا، للدخول في مرحلة جديدة من الحرب الإلكترونية والكشف عن الجوانب المختلفة لهذه الحرب. أرجو منكم ضيفين أن تبقيا معنا في هذه الحلقة، وننتقل معكم ومع المشاهدين لمتابعة هذه المادة التي أعدها فريق عمل البرنامج عن موضوع حلقتنا والحرب السيبرانية. نتابعها ونبدأ مرة أخرى الحوار معكم من بعدها.
إذن أهلا بكم من جديد مشاهدينا في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج كل الحكاية. نتابع معكم ومع ضيفينا الحوار الذي نجريه حول الحرب السيبرانية، وأطرح عليك السؤال الذي طرحته قبل الفاصل على السيد رايكن. سيد جيرمي كازامارو، الأهداف التي تتابعها أمريكا والتي تريد تحقيقها من الحروب السيبرانية، ما هي من وجهة نظرك؟ حسناً، أعتقد أنها حرب هجينة نوعاً ما. في الوقت الحالي هم يستهدفون روسيا والصين. لقد أطلقوا للتو استراتيجية دفاع وطني جديد لعام 2022، وأوضحوا أن الصين هي عدو سيتحدى بطريقة ما القوى العالمية أحادية القطب الأمريكية. إنها تصور الصين على أنها عدوانية للغاية وتعزز الاستبداد في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن الولايات المتحدة لها تاريخ طويل في دعم الأنظمة الاستبدادية بما في ذلك في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية. فقد دعمت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة هذا المحامي المستبد والديكتاتور. العديد من المشاكل أو تأجيج الفوضى وعدم الاستقرار في البلدان ويتدخلون فيها، لكنهم يقدمون الصين وروسيا كجهات فاعلة سيئة للتعامل معها، والحرب الإلكترونية هي أحد جوانب الأداة منها، محاولة وكما تعلمون تضمين أو إضعاف تلك البلدان حتى يتمكنوا من منع ظهور نظام متعدد الأقطاب. إنه شيء نراه بشكل متزايد، يستخدمونه لمحاولة إضعاف اقتصادهم، ومن المحتمل أن يكونوا مصنع أسلحة مستهدفا أو الأسلحة النووية أو إغلاق شبكات الطاقة. أعني يبدو وكأنه عمل إرهابي ودول إرهابي دولي يستهدف خط أنابيب نورد ستريم الذي استخدمته روسيا لتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي والنفط، وهذا المسار للغاز السائل الطبيعي لأمريكا. سيتدخل الموردون لملء هذا الفراغ بحيث تستخدم الولايات المتحدة الأعمال الإرهابية بما في ذلك من خلال أجهزة الكمبيوتر بدلا من الحرب الإلكترونية لتقويض منافسيها. ومرة أخرى الهدف الرئيسي هو روسيا والصين، لكنهم يفعلون ذلك أيضا ضد بقية دول العالم. إنهم يستهدفون تغيير النظام، ويمكنك أن تنظر إلى العراق في الحرب الإلكترونية الأمريكية لمعرفة الازدحام أو أسبوع في أنظمتهم الدفاعية قبل غزو العراق عام 2003، وقبل ذلك في عام 1991، وقد فعلوا ذلك في ليبيا. أيضا جزء من عملية تغيير النظام التي استهدفت معمر القذافي والتي أدت إلى فوضى وتفوق المتطرفين الإسلاميين في ليبيا. لذلك فعلوا ذلك في العديد من البلدان. الحرب السيبرانية، إنهم يعرفون جانبا أساسيا من الحروب التي يشنونها. نعم، ويمكن الإشارة أيضا إلى الهجمات السيبرانية التي قامت بتنفيذها واشنطن بالتعاون مع كيان الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المنشآت النووية الإيرانية في العام 2010، وكذلك استهداف المنشآت الكهربائية وتوليد الكهرباء في فنزويلا، والذي أدى إلى انقطاع واسع في الكهرباء في أكثر من نصف المدن الفنزويلية. سيد رايكن، يعني أشرت في حديثك في أكثر من مرة إلى موضوع الحرب في أوكرانيا، وربطت موضوع الحرب السيبرانية بهذه الحرب القائمة في الوقت الراهن. هل يمكن القول أن الحرب في أوكرانيا أدخلت العالم في مرحلة جديدة من الحروب السيبرانية، وأصبحت مثالاً عن هذا النوع من الحروب في الأيام هذه، بالنظر إلى كل الأخبار وكل التطورات التي نتابعها والتي في طياتها تحتوي على معلومات ترتبط مباشرة بموضوع حلقتنا الحروب السيبرانية؟
Yes, this is generally recognized by cyber warfare experts. نعم، من المعترف به عموما من قبل خبراء الحرب الإلكترونية أننا ندخل الآن حقبة جديدة، وأعتقد أنه لا يزال يتعين علينا رؤيتها لأنها تقنية حساسة للغاية ولها آثار جانبية متعددة. على سبيل المثال، إذا هاجمت تستخدم الحرب الإلكترونية بطريقة عدوانية، يمكن لعدوك أن يحول السلاح الذي تستخدمه ضده ويعيده ضدك. لذلك هناك أشخاص لا يريدون البدء على الفور، وأعتقد أن هناك الكثير من التردد في البدء في الحال. إنها أحدث المعدات، لكنني أعتقد أنه لا يزال هناك الكثير من الأسلحة المتاحة لروسيا حتى الآن، وليس بالضرورة الأسلحة النووية، ولكن على سبيل المثال أسلحة النبضات الكهرومغناطيسية التي يمكن أن تدمر نظام الاتصالات، كما أنها تدمر الكثير المجالات المغناطيسية القوية، ولكن المدن. لذلك هناك مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة التي لا يزال من الممكن استخدامها في أوكرانيا قبل هجوم مميت وقبل استخدام نووي مميت. إنه موقف خطير للغاية حيث لا نعرف ما الذي سيحدث، لكن من الواضح أن الأسلحة الجديدة للحرب الإلكترونية مصطفى بالكامل وجاهزة للاستخدام من كلا الجانبين. سيد جيرمي، ما هي الأهمية التي توليها الولايات المتحدة الأمريكية لموضوع الحرب السيبرانية وهذه الاستراتيجية؟ يعني إلى أي مدى هذه الاستراتيجية مهمة بالنسبة للسياسات الأمريكية في هذه الفترة؟ I think it is a significant aspect of their national defense strategy. Yeah, they just. أعتقد أن هذا جانب مهم من استراتيجية دفاعهم القومي. إنهم أصدروا للتو وثيقة جديدة، ولكن نعم الدفاع هو كلمة خاطئة حقا، لأن الولايات المتحدة قوى إمبريالية عدوانية، لذلك يسمونها الدفاع الوطني ويفكرون في الأمن القومي، لكنهم في الواقع يقومون بأعمال عدوانية وهجومية في جميع أنحاء العالم تعمل على تغيير الأنظمة، كما هو الحال في الشرق الأوسط، وغالبا للسيطرة على نفط المنطقة وثرواتها ومحاولة السيطرة على المنطقة. لذا فإن السياج ليس الكلمة الصحيحة حقا، فهم متورطون في الإهانات ورسم الصين وروسيا لتهديدنا في جميع أنحاء العالم كألمانيا، لذلك فهم الآن يستهدفون هذه البلدان في هجمات إلكترونية وأعمال إرهابية مثل خطوط أنابيب المتطرفين التسعة، إذا كانوا وراء ذلك حقا كما تشير الأدلة. تم تقديمه للجمهور الأمريكي أنه يجب عليهم إنفاق الكثير من الأموال وتعزيز قدرات الحرب الإلكترونية الخاصة بهم من أجل الأمن القومي لتجنب الحرب السيبرانية، ضربة استباقية، لكنهم في الحقيقة يشاركون في أنشطة هجومية لإضعاف خصمهم أو كجزء من العمليات العسكرية التي تكون في بعض الأحيان سرية للغاية. نعم. سيد كارل ريكن، الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أكثر دولة تستخدم أسلوب الحروب أو الهجمات السيبرانية على مستوى العالم، ولكن هناك أطراف أخرى بدأت تتبع هذه الاستراتيجية أيضا، يعني إلى جانب واشنطن، ما هي الجهات الأخرى التي بدأت ترتكز بشكل أكثر فعالية على موضوع الحروب السيبرانية من خلال متابعتك؟ Well, the thing is that there is. حسنا، الشيء كما قلت سابقا هو أن ميزان القوى بين العالم آخذ في التدهور، والنموذج في القوى العالمية آخذ في التراجع، ويريد قمع أي وافد جديد يمكنه معارضتها.
لذلك فإن الولايات المتحدة وجميع الدول المرتبطة بها هي أعضاء في الناتو، وهو في الاتحاد الأوروبي لبريطانيا العظمى، ثم يمكنك إضافة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا فيما يسمى بالعيون الخمس. ولكن هذا كل شيء إذا كنت تفكر بقية العالم في أمريكا الجنوبية. هزموا أفريقيا وبقية آسيا، عليهم نوعا ما أن يطوروا أمنهم السيبراني، لأنهم يجب أن يكونوا مستعدين لحماية أنفسهم. لكنني لا أعتقد أنهم كذلك. حقا الاستفادة من الحرب الإلكترونية نفسها يأتي على حسابهم ليكونوا آمنين ومحميين. لذلك على سبيل المثال، إذا نظرت إلى ممر النقل بين الشمال والجنوب، بين الهند وروسيا، الذي يمر عبر إيران، ويظهر نظام دفع جديد. لذلك أنت يجب أن تؤمن، عليك تأمين نظام الدفع أو منظمة شانغهاي التي تحاول الخروج من الدولار أو استخدام عملات أخرى لأعمالها وتجارتها. بريك الجديد بين الدول الأعضاء في أنهم بحاجة إلى الاستثمار في الأمن السيبراني للحصول على معلومات آمنة، وأن لا يكونوا عرضة للهجمات المحتملة من أولئك الذين ليسوا سعداء بحدوث ذلك، ولكنه يمثل تكلفة عليهم وليس منفعة، لأن الربح يحميهم بهذا المعنى، ولكنه ليست حقيقية أيضا. تعتمد جميع التقنيات، سواء كانت الطاقة النووية أو التكنولوجيا الإلكترونية، على ما إذا كان بإمكانك ذلك. نعم. الكاتب والمحلل السياسي السيد كارل ريكن، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. وكذلك الشكر موصول السيد جيرمي كازامارو، والمحلل السياسي والكاتب الأمريكي، كان معنا من ولاية فلوريدا. نشكركم متابعينا على متابعتكم معنا وهذا بقائكم معنا في هذا الحوار، وننتقل معكم الآن إلى فقرة العالم الافتراضي حول موضوع حلقتنا الحرب السيبرانية مع السيدة شبيب. لنتابع معا. نرحب بكم مشاهدينا في برنامج كل الحكاية، وفي هذه الجولة على وسائل التواصل الاجتماعي نتحدث عن الحرب الإلكترونية، إذ لا شك أن الحرب الإلكترونية في عالم اليوم هي إحدى الأدوات التي يستخدمها الغربيون لمهاجمة خصومهم والدول التي يثير تقدمها وتطورها قلق الغرب. سنقوم هنا بفحص بعض التغريدات التي نشرها مستخدمو الفضاء الافتراضي حول الحرب الإلكترونية. عن الحروب الإلكترونية في الغرب كتب المغرد ألبويت مولاتو ما يلي: إذا كنت تعتقد أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يضغطان على إثيوبيا بحسن نية لحماية إثيوبيا وشعبها من الفوضى فأنت غبي حقا. أرجو مشاهدة الواقع على الأرض، ما حدث في ليبيا، سوريا، اليمن، عقوبات، حرب سيبرانية ثم قصف. مغرد آخر غرد حول جهود الحرب الإلكترونية الأمريكية: بالنظر إلى مقدار الأموال التي أهدرتها المخابرات الأمريكية على الميمات العرجاء التي لا يهتم بها أحد، كان يمكنهم إرسال 1000 دولار لكل شخص بشكل شرعي، وستكون بالنتيجة صفقة. وأيضا يعجبني حقا عندما ينادين الناس بمشروع الحرب السيبرية النفسية للناتو MK ألترا، أنا فخور بكم جميعا. في تغريدة أخرى نقرأ: الحرب الإلكترونية الأمريكية تماما مثل SO Group، الشركة الإسرائيلية التي طورت القدرة على اختراق تطبيق الواتساب. على الرغم من أن التحديث الأمني لتطبيق واتساب لشهر يناير 2021 قادر على إغلاق الثغرة الأمنية،
إلا أن أي شيء يمكن أن يحدث في المستقبل. مغرد آخر لديه وجهة نظر مختلفة حول هذه المسألة، ويحذر هذا المغرد من أن الولايات المتحدة قد تكون هدفاً لهجمات إلكترونية شديدة في المستقبل. تحذر تارا ويلير خبيرة الأمن السيبراني من أن هجوماً إلكترونياً مميتاً شبيهاً بهجوم 11 من سبتمبر قد يضرب الولايات المتحدة. ستصبح الحرب الإلكترونية قريباً جزءاً من الحرب السائدة. ونقرأ أيضاً مشاهدين في تغريدة أخرى عن أنشطة التخريب السيبراني الأمريكية ضد إيران. الهجمات الإلكترونية الأمريكية الحالية ضد إيران ليست هجمات لمرة واحدة، ولكنها جزء من العمليات السيبرانية المستمرة. وحذر جهاز الأمن الداخلي الأمريكي من ردود فعل إيران. هذا ليس طريق باتجاه واحد. مع هذه التغريدات المختلفة مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة اليوم، نلتقي بكم الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا نصل معكم مشاهدينا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجنا كل الحكاية. نلتقي بكم في الأسبوع المقبل مع موضوع آخر نناقشه في هذا البرنامج، وإلى ذلك الحين دمتم بأمان الله وحفظه ومع السلامة.